موجز لأهم الأخبار، أهلا بحضراتكم. قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن العمليات العسكرية مستمرة في مختلف الجبهات في البلاد حتى استعادة الدولة بالكامل. وأشاد هادي خلال ترأسه لاجتماع استثنائي للحكومة اليمنية بالإنجازات في محافظة الحديدة، وجدد هادي موقف إدارته من عملية السلام في البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخارجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قوات بلاده قصفت 10 نقاط وصفها بالمهمة لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وأضاف إردوغان أن القوات تمكنت أيضا من القضاء على قياديين في عملية أخرى استهدفت اجتماعا للمسلحين في جبال قنديل. يواصل الجيش الليبي تقدمه في مدينة ديرنا في إطار عملياته العسكرية الرامية لتحرير المدينة من الإرهابيين. وكشف مصدر عسكري أن الجيش سيعلن تحرير المدينة خلال 48 ساعة، مشيرا إلى نجاح القوات في تدمير العديد من مواقع ونقاط تمركز المسلحين. قدمت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تنازلا بشأن دور البرلمان في الاتفاق النهائي لبريكزيت، وذلك لتفادي تمرد من النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وصوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 319 صوتا مقابل 303 أصوات لرفض تعديل يقوي من سلطة النواب على التدخل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل قبل بريكسيت في مارس 2019. شكرا لطيب المتابعة، لنا لقاء.